خبراء الاقتصاد بيكشفوا حقيقة ارتفاع أسعار البنزين والسولار. تعرف معنا على موعد وتفاصيل الاجتماع الجديد للجنة تسعير المواد البترولية في تغطيتنا المباشرة الآن. أحب أجدد الترحيب مرة أخرى بحضرتكم مشاهدينا. بينتظر كل المواطنون قرار لجنة تسعير المواد البترولية في اجتماعها المقرر عقد شهر يوليو القادم. هو طبعا الموعد المحدد وفق التوقيت الدوري للاجتماع، يعني كل 3 أشهر بتحدد فيه لجنة تسعير المنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية إذا كان هناك طبعا زيادة جديدة في أسعار البنزين أم لا يوجد أي زيادات. بيأتي قرار اللجنة بناء على آخر المستجدات السوقية العالمية لأسعار النفط، والتي بتنعكس بالتالي على ارتفاع أسعارها على الحالة السوقية المحلية الداخلية. ومن ثم تقوم لجنة التسعير في مصر بتحديد ما إذا كانت ستلجأ إلى تطبيق زيادة سعرية على أسعار البنزين والسولار أم لا. بينص قرار تشكيل اللجنة على السماح بزيادة الأسعار أو تخفيضها في حدود 10% فقط من الأسعار المطبقة بالفعل على أرض الواقع. تبني اللجنة قرارها بالطبع وفق عاملين أساسيين، وهو سعر النفط عالميا، الحالة السعرية لعملة الاستيراد اللي هي الدولار أمام الجنيه المصري. عن توقعات الحقيقة الخبراء بيتكلموا بشأن حدوث زيادة أو لا. قال الدكتور محمد البهواشي، وهو الخبير الاقتصادي والباحث في كلية السياسة والاقتصاد جامعة قناة السويس، أنه لا أحد يستطيع أن يتوقع هذا التوقيت تحريك أو تثبيت أسعار البترول إلا اللجنة المخصصة لتسعير الوقود في مصر. أيضا في ذات السياق بيقول أنه سوف يتم العمل بالأسعار الحالية لحين انعقاد الاجتماع المقبل، والذي يتوقع أن يكون خلال شهر يوليو المقبل. وأوضح الخبير الاقتصادي أن الفترة القادمة سوف تشهد زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة زيادة التدفقات الدولارية في البنوك، كما أنه توجد وفرة في العملة الصعبة في جميع البنوك. كانت اللجنة زادت في أسعار بيع المنتجات البترولية خلال اجتماعها الأخير في مارس الماضي كما شاهدنا، وأرجعت الزيادة إلى إجراءات تحرير سعر الصرف محليا، والذي كان له بالطبع تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية، إضافة بالطبع إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية، والتي بالطبع يجري استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر المباشر في اتساع الفجوة السعرية ما بين التكلفة وما بين سعر البيع الرئيسي. الجدير بالذكر مشاهدينا أنه قد تحدد الموازنة العامة للدولة سنويا قيمة الدعم والموجه للمواد البترولية، والتي تؤثر بالطبع على تحديد أسعار البنزين والسولار بشكل مباشر. هي بالطبع بتشكل دعما سنويا تقدمه الحكومة لمنتجات الطاقة كأحد أوجه الدعم الرئيسية، باعتباره منتجات البترول وأيضا أسعار البنزين والسولار بتؤثر بشكل مباشر على مستويات المعيشة والأعباء التضخمية، وبتشكل عاملا حاسما في الفروق ما بين الدخول والمصروف أو المدخلات والمصروفات. مشاهدينا الأعزاء، هذه كانت نهاية تغطيتنا والتفاصيل الخاصة بالاجتماع القادم للجنة التسعير الخاص للمواد البترولية. بشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.